استاذ عادل، المشهد الحقيقه الخاص بالقوى السياسيه في تونس ايضا يدعو للتامل. يعني هناك عدد من التيارات التقت والاحزاب التقت بالامس بالرئيس قيس سعيد وايدوا هذه التوجهات والقرارات، يعني من بينها تيارات ديمقراطيه وتيارات من اليسار وشخصيات عامه سياسيه في تونس وايضا اتحاد الشغل التونسي وعدد من النقابات المهنيه يلتفون والشارع يلتف حول الرئيس قيس سعيد. ترى إلى أي مدى سينجح الرئيس قيس سعيد في خلال الفترة الزمنية القليلة المقبلة في تشكيل هذه الحكومة وإلى عودة الاستقرار لتونس مرة أخرى بعد إزاحة الشارع التونسي لحزب النهضة؟ هو يعني خلينا نقول أنه ليس من السهل أن ينتهي الإخوان تماما في تونس، رغم كل ما حدث، رغم كل ما نسب إليه. عايز اقول لك انه مشكله الاخوان انها ترتبط بالفكره، والفكره عموما سواء كانت فكره جيده او فكره سيئه، فكره بناء او فكره هدم، غالبا بتستمر. ومن ثم بنجد انه القضاء على الاخوان بشكل واضح في الفتره القادمه محتاج الى وقت، محتاج الى جهد، محتاج الى دعم واستمرار لكل القوى السياسيه. لا يعني اتحدث هنا، يعني استاذ عادل عفوا، لا اتحدث عن فكره الاخوان، ولكن حركه النهضه وتحكمها في بعض المفاصل في الدوله تم ابعادها وابعاد عناصر قيادات حركه النهضه يعني، ولكن هل هذا امر سهل ان بالتالي يتمكن الرئيس ممن يلتفون حوله من القيادات في عوده الحكومه مره اخرى، حكومه التكنوقراط، ام انك ترى ان هذا الامر ليس بالشيء الهين؟ لا، هي الحكومه ستشكل، واللي انا عايز اقوله ليس دفاعا او كلاما عن الاخوان بالقطع، ولكن عايز اقول لك ان الاخوان في اللحظه اللي بنتكلم فيها خسروا في تونس ما لا يقل عن أكثر من 74% من شعبيتهم. وبالتالي اللي أنا بقوله أن يجب الإجهاز عليهم حتى لا تعود الفكرة وتكون فرصة خصبة لأن ينتنوا من جديد مرة أخرى. ده اللي أنا قصدته في الحقيقة يعني. الحكومة ستشكل، بل أكثر من ذلك، هناك رغبة في أن يكون هناك حوار وطني متسع تدعو إليه النقابات وتدعو له الجامعات لتغيير النظام والدستور التونسي. بمعنى أننا أمام نظام برلماني، في حين أن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من 6 أو 57 إلى 62% من الأصوات في تونس بترى أن النظام الرئاسي هو النظام الأفضل، ولكن الانتقال للنظام الرئاسي بيعني بدرجة أو بأخرى تعديل الدستور، وده اللي بتدعو ليه بعض النقابات. هنا أيضا بنجد أنه الرئيس قيس سعيد الحقيقة شديد الحساسية كأستاذ دستوري، أستاذ يعرف القانون جيدا، ومن ثم هو قد طمأن الشعب التونسي على أن حرياته العامة مصانة، وأن حرية التعبير أيضا مصانة، بل أنه حدث أن 3 من الصحفيين الأمريكيين ما كانش معهم تصريح بدخول مكان ما، فجرى إيقافهم في قسم الشرطة لمدة ساعة، فاستقبلهم الرئيس نفسه واعتذر لهم اعتذار واضح جدا، وحدث اليهم باعتبارهم حاملي رساله من تونس للعالم كله لتفسير وحقيقه ما جرى بعيد عن التوهمات الاخوانيه. الاضافه من ذلك انه كمان الحقيقه كل الذين تابعوا ردود فعل الغنوشي الحقيقه حسوا ان الرجل مصاب بدوار. بنجد هنا انه تقريبا هذا الرجل قد اجرى حوالي 111 اتصال حسب نيويورك تايمز مع تنظيمات ومع دول وحكومات مختلفه. دعا الى نزول الشارع ثم رجع في كلامه. دعا لاعتصام البرلمان ولكنه وجد ان بعض حلفائه في التحالف الاخير في البرلمان قد ابتعدوا عنه.